بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في برنامج على مسؤوليتي المرة دي مسألة غاية في الأهمية. احنا طرحت شعار قبل كده لاتحاد الفلاحين واتحاد العمال، جه يومك تكتب دستورك، واشتغلنا بقالنا 10 شهور تقريبا، وصلنا ل10 محافظات. سألنا كل الناس حلمهم ايه، واكتشفت ان اللي يدعي انه فاهم الشعب المصري يبقى جاهل. الشعب المصري غاية في الرقي والعظمة، ومش ممكن يستمر طول عمره الصفوة بتحكم مكانه، ولا الصفوة بتخطط له، ولا الصفوة بتشوف الدنيا بالنظارة بتاعتها. زي ما بيقولوا كل واحد بيشوف الدنيا بنظارته. احنا طوايف وكل طايفة من التانية خايفة. اذا احنا النهاردة بعد الثورة قدامنا موضوع اهم بكتير وتأخر كتير، لان احنا كان مفروض قبل الانتخابات وبعد الرئيس المخلوع ما مشي فورا نبدأ نكتب الدستور. ولما نكتب الدستور معناها ان احنا نكتبه بطريقة جديدة، نستدعي كل طوائف المجتمع، فلاحين وعمال ودكاترة ومهندسين وأطباء ومحامين وغير كده صيادين، كل القوى اللي موجودة في المجتمع. مش ممكن كمان حد يشوف ما يحسش جلدك، يعني ما يحسش بجلدك إلا ضوافرك، أنت اللي تقدر تحس بألمك، وعندك ربنا سبحانه وتعالى محدد في الدماغ جهاز بوصلة بيحدد للإنسان يعني إيه، فين الألم، فين الاحتياجات، احتياج تجوع، تشبع، تمرض، تتهاود، تشوف صاحبك تعرفه ما تعرفوش. إذن الدستور عقل الأمة، ولما نيجي نتكلم على الدستور لازم نتكلم بشكل واضح جدا، ولازم نبذل مجهود، ولازم ننزل المجتمع كله. رغم حجمنا القليل، ورغم ان احنا الفلاحين 40%، ورغم ان احنا المنتج الاساسي اللي بينتج الغذاء وبينتج الكساء وبيعمل كل شيء، طول عمر الحكومات من عند محمد علي ما بتحطوش في حسابها، وما بتعملش قوانين لصالحه، تعمل قوانين تحكمه، تعمل قوانين تسيره، تعمل قانون تخليه مطيع ويحكم عليه، يا بالسجن يا بالإهانة يا بالتشريد يا بالجلد يا بفحت الأنهار يا بناء السد يا بناء الهرم يا بناء السدود، هو بس يا فحت الأنهار. إذا احنا النهاردة بعد الثورة عملنا حاجة مهمة جدا، اتحاد الفلاحين واتحاد العمال، وفي كمان ناس كتيرة مهمة جدا، جمعية زي جمعية المنيا بتاع الحياة الأفضل، عملت ندوة من 15 من 300 واحد لمدة 3 أيام، وقالت لهم ناقشوا حلمكم كله. والحلم ده اتشكل واتعمل في كتاب مناقشة ورشة عمل 3 أيام. لو احنا بدأنا نعمل كده وغيرنا كمان عمل كده كانت النهاردة بقت الرؤية واضحة، ما كناش وقعنا في المطب اللي احنا فيه النهاردة. الحقيقة النهاردة انا من اول اليوم وانا جاي من القاهرة في محكمة في الجيزة والمحكمة الإدارية العليا، وكنت احد الناس اللي رفع قضية مش ضد حد، لكن من اجل الوطن، من اجل بلدنا لازم عاملين زي الشمعة اللي تتحرق عشان تنور له. رفعنا قضية لما فوجئت ان 50% من مجلس الشعب وكمان 50% من الاختيار من ما يسمى بالاغلبية الحالية. الأغلبية الحالية على عيني وعلى راسي، لكن احنا عاوزين نقول احنا طوايف وكل طايفة من التانية خايفة، كل طايفة لها حلمها ولها موقعها الاقتصادي ولها حلمها في الحكم. والنهاردة انت أغلبية بكرة أقلية، القانون الدستور ما بيتغيرش كل يوم، يمكن نعدل فترة في القانون، يمكن نعدل فقرة في التشريع، لكن موضوع الدستور موضوع القضيب اللي بيمشي عليه القطر. الدستور ده عشان يتحط لازم يوضح على الفلاح ايه، وعلى العامل ايه، وعلى الطبيب ايه، لازم يوضح كمان ثروات البلاد. ثروات البلاد لمين؟ ثروات البلاد والعباد، مية النيل، الهوى،
كل شيء متحدد في هذا الوطن يتحدد هو لصالح مين، لان احنا النهاردة الهواء بقى ملوث، المياه ملوثة، الارض مش في ايدين الفلاحين، في خلل في المنظومة اللي موجودة، وبالتالي عندنا ما يسمى بصناعة الفقر. لما يتكلم يعني ايه ما يسمى بصناعة الفقر؟ يعني النهاردة لما يبقى المصانع تتاخد من العمال وينطردوا بره، وبالتالي تروح لإيد أشخاص أو لإيد أجانب، يبقى إذن هنا العمال بلا مصانع. لما الأرض تتاخد وتتسقع وتتعمل ملاعب جولف، لو مفيش قانون يحميها ويحدد ملكية الفدان لكامل الأسرة زي ما كان في 52، 50 للأسرة ومية، 50 للفرد ومية للأسرة، ما بقولش كده، ممكن تكون الأوضاع اتغيرت، ممكن تبقى 200 300، المهم حسب ما ترتقي أغلبية الشعب المصري. لكن ليه بيتحط إن فيه واحد يملك 10,000 فدان أو يملك أكتر وأقل؟ لأن مفيش قانون يرجعه، مفيش دستور يحكمه. إذا إحنا النهاردة بنناقش قضية مهمة جدا، رغم عددنا اللي كان قليل ما يزيدش 500 في المحكمة الإدارية العليا، لكن في أساتذة محترمين، والقاضي استمع كويس، وتأجلت القضية ليوم 10/4. لو كسبنا القضية أهلا وسهلا، لو خسرنا القضية هنعمل من أجل أن لازم الدستور يبقى لصالح الأغلبية مش لصالح الأقلية، يبقى لصالح جموع الفلاحين والعمال والمنتجين مش لصالح الصفوة. لأن احنا النهاردة لو الصفوة فكرت مكاننا وبدأت تعمل اللي هي عايزاه، يبقى هتعمل على أساس أن يحصل ما يسمى بصناعة الفقر. صناعة الفقر معناها أن احنا يبقى الأرض مش في إيدين الفلاحين، والمواشي مش بتاعة فلاحين، والحمى القلاعية اللي تيجي، ويبقى ما عندناش لا رقيب ولا عتيد عليها. لأن احنا لازم النهاردة عشان نحدد الميثاق ما بيننا، يبقى فيه شهادة قدام ربنا بتحدد الوطن ده يمشي ازاي. والوطن ده العظيم ده بأرضه وبنيله وبأمكانياته ديت، مش ممكن مفيش دستور يحكمه. يعني جنوب أفريقيا قعدت 10 سنين تعمل دستور، والنهاردة في بلاد كتيرة بتبذل جهد كبير، لكن احنا النهاردة ما بنحطش الخيارات المحددة اللي بتبقى الفكر الأقلية. الأغلبية ما تسمى النهاردة ممكن تبقى أقلية، لأن لو جينا نقول مين اللي طلع ينتخب من الشعب المصري، أنا أتحدى لو كان طلع 40% لمجلس الشعب و10% لمجلس الشورى. إذن عندنا ناس ما زالت لأنها تربت عن العزوف السياسي، وإنها متجنبة الوضع ده، وإنها شايفة إن مفيش فايدة. لكن أنا بقول الألف كيلو بيبدأوا بخطوة، وإن إحنا لازم نحدد حلمنا. يعني أنا زي ما قلت قبل كده وناقشت صياد بيقول لي أنا مش عاوز من الدولة حاجة، أنا بس عايز يحوشوا أذاهم عنا في النيل، ونزرع شجرة مثمرة ناخد صدقة جارية، وتبقى القانون بيحرم علينا زراعة الفيقس اللي غير منتج، وبيحرم علينا زراعة الأشياء اللي غير مفيدة، وبيحدد إحنا إيه نحافظ عليه، وإزاي بيحاكم اللي يسرق الجاز ويفرق في الجبل. احنا النهاردة بنعيش معاناة لان بيغيب الدستور وبيغيب القانون، وكمان بتغيب الاغلبية عن الحكم. النهاردة لما يجي في صناعة الفقر زي انا ما قلت، يبقى عندنا الكبد الوبائي، عندنا الحمى الكلعية. الحمى ديت موجودة عشان على فكرة جاية من استيراد من برة، وعشان تيجي من استيراد من برة يبقى الحجر الصحي او الحجر اللي موجود على الحدود بيتولاه رجال الأعمال، وعشان يتولاه رجال الأعمال بيبقى قدام منه خيارين، يا إما الحيوان اللي يموت يتحمل ثمنه، يا إلا يحملنا ثمنه ويحملنا عمرنا، وبالتالي يصرف كل ده ويجي من جميع بلاد العالم. لما تبقى حكومة زي اللي موجودة من قبل الثورة وبعد الثورة، وعارفة الجنزير اللي علينا، الحمى دي موجودة وموجودة في 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 السودان، وموجودة في أثيوبيا، وموجودة في كل البلاد اللي علينا، وما يصدرش قرار بمنع استيراد الحيوانات المريضة، هيبقى النهاردة بيكلفنا. لأن زي ما بيقولوا الوقاية خير من علاج. لما يجي النهاردة مصدر اللبن ومصدر اللحمة ومصدر الثروة، وهي المصنع المتحرك للفلاح، الجزء اللي انفق ومات، والجزء اللي ملوش صندوق لا 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 للتأمين ولا تعويض المشية، كل ده بيتحدد
اصلا بيحدده القانون والدستور. لما يجي الطب البيطري ويلغي منظومه الطب البيطري في الريف، لما يجي يلغي التامين على المشية، لما يجي يلغي العلاج، لما يجي يلغي كل ده، اصلا بتبقى مجموعه من العوامل بتحدد لمزيد من افقار الفلاحين، بتحدد ان الناس ما تتجوزش، ان الناس ما تسكنش في بيوت امنه، تسكن في المقابر، تبني على الارض الزراعيه، وكل ده يبقى بيتجه ان ما عندناش قوانين تحكمنا. يبقى احنا النهارده بنحدد، جه يومك تكتب دستورك، الدستور ده اللي بيحدد كل المعالم بتاع الوطن وبيعود الوطن لاصحابه، الفلاحين بلا ارض والارض بلا فلاحين، المصانع النهارده اللي بياخدوها الناس اللي موجودين يا في الخارج يا في مصر، يبقى الثروه بتتحدد في ايد 5% زي قبل 52. لما اجي اسمع راجل يقول لي انا بحذر من حكم العسكر، وانا على فكره معايا اسمه مش عايز اقوله، ويروح ماده حكم العسكر ده لغايه 52، انا بعتبرها اهانه للشعب المصري. لما يجي يحدد حكم العسكر من 52 وجمال عبد الناصر اللي اعاد للوطن كرامته، واللي اعاد للوطن عزته، واللي اعاد للفلاحين ارضها، واللي اعاد للفلاحين مصانعها، واللي اعاد للطالب علامه وعلمه وقال ارفع راسك يا اخي. اذا هنا في طار بايت بين مجموعات جايه، احنا في وادي وهم في وادي، جاية مجموعات طالعة من السجن، طالعة تاخد طرها من حاجة معينة، طالعة تهد المعبد على اللي فيه، طالعة تقول هتحاكم نظام العسكر من 52. احنا ما بنحاكمش بالجملة، احنا بنقول لأي شخص في العالم انت صح فين وانت خطأ فين. اذا احنا النهاردة مين يحكمنا؟ مين يحكم؟ هو الدستور، والدستور لازم ما يتشكلش بلجنة 150 من مجلس الشعب و50 يختاروا بشكل انتقائي، ويبقى أصحاب المصلحة غائبين بشكل كامل. ده مش ممكن يحصل في مصر. النهارده عشان نعمل لازم نكمل الدعوة، جه يومك تكتب دستورك، لازم يبقى علمائنا والعلماء والناس المشرعين لازم ينزلوا يعملوا جلسات استماع بين الفلاحين والعمال في أماكنهم. طول عمرنا مش هنخلي كل حد يقعد يجتمع في القاهرة ودافيان فيها وشايف القاعدة. أنا بقول النهارده زي ما قلت قبل كده، لازم قاعدة الهرم تنعدل، لازم قاعدة الإنتاج هي اللي تاخد التأثير وتاخد الدعم. لازم الفلاحين في الريف كيلو التقاوض دوره النهارده مش موجود، هيتك لا التعاون موفره ولا البنك موفره، وعندنا حرب شعواء على مستلزمات الانتاج. احنا عندنا تجربه مريره جدا والقوانين ما بتديناش فيها. كان بنك القريه من 76 بيحدد مستلزمات الانتاج، بيدي البذور والاسمده للفلاحين، ولكن بعد فتره السياسة اللي بتحدد هي صحيحة ولا خاطئة مش الأفراد ولا الأشخاص. السياسة بعد فترة اكتشفنا ان 200,000 فلاح محكوم عليهم بالسجن، وفيه تدهور في الزراعة بسبب الائتمان وبسبب زيادة الفايدة. طب وبدأنا نعدل ده من سنتين، وقلنا مستلزمات الانتاج تروح التعاون. التعاون له مجالس إدارة من الفلاحين يقدروا يحددوا ايه موقفه، وله فلوس عند بنك القرية. إذا احنا اللي بيحكمنا كل اللي عايز أقوله القوانين. لازم النهاردة الحرب اللي بتدور عشان ترجع مستلزمات الإنتاج للبنك لا يمكن ترجع للبنك، لازم تتناها في التعاون، لأن التعاون ده هي جمعية أهلية متعددة الأغراض بيملكها الفلاحين. إذا انت لازم تملك قرارك بإيدك، ولو ما ملكتش قرارك بإيدك غيرك هيملكه وهيحدد، وانت مش هتبقى موجود، وهتبقى بعد الفاس ما تقع في الراس هنخش في ازمه خطيره جدا، وهتبقى فوضى، وهيبقى ما عندناش قوانين ولا دستور. احنا النهارده بحدد ان احنا بعد حكم المحكمه ان شاء الله بان احنا لازم يمثل الفلاحين والعمال في جه يومك تكتب دستورك، لازم يمثل الفلاحين ويستطلع ارائهم، لازم تمثل العمال ويستطلع ارائهم، لان موضوع الدستور غايه في الاهميه. اما اخيرا وهي مسألة مهمة جدا، انتخاب رئيس الجمهورية. ناس كتير بتسألني انت مع مين، لكن انا الحقيقة بسأل الناس مين مع مين، مين من المرشحين مع الفلاحين. انا عاوز اقول النهاردة اللي بيحكمنا في موضوع الاتحاد الفلاحين ان احنا لازم نحدد موقفنا من المرشح حسب موقفه منا.
لازم نحدد رؤية المرشح. النهاردة إذا كانوا بيهينوا منصب رئاسة الجمهورية وبيرشحوا أكبر عدد من الناس غير مؤهلين، إحنا مش هنيأس، وإحنا اللي بنصنع هذه الثروة في هذه البلد، ولازم إذا الحق ما رجعش لأصحابه هتتحول لكارثة في مصر، وهيبقى زي ما فيهاش غاز وزي ما فيهاش ثروة وزي ما فيهاش قمح وزي ما فيهاش كل ده موضوع سياسات، لأن السياسة اللي بتحدد دعم الفلاح في علاجه ودعم الفلاح في إنتاجه ودعم الفلاح في الأسمدة، إذا بالنهاية مش ممكن تلاقي إنتاج بلا تكلفة. إذا أنت أدوات الإنتاج بتتحدد في البشر، والإنسان بيعيش عشان يأكل ولا بيأكل عشان يعيش؟ الإنسان هو الغاية اللي حددها ربنا وبيحدده على أساس هو اللي بيستفيد من كل هذه الثروة. يبقى إحنا بلد مهيأ نأكل من بحرنا سمك ونزرع شجر مثمر ونعود تاني بالقوانين اللي موجودة، وبنحدد موقفنا في الدستور الجديد. لازم كل مرشحين الجمهورية النهاردة إذا كان عندهم انتماء لهذا الوطن ينزل يعمل مؤتمراته، يسأل الناس الأول هم عايزين دستور إيه، هم عايزين يحددوا الدستور إزاي، هم عايزين حلمهم إيه في النيل، هم عايزين حلمهم إيه في الزراعة، هم عايزين حلمهم إزاي في اللي يحكمهم، هم عايزين اللي يفصل بين السلطات إزاي. لكن النهاردة لما يجي الصفوة اللي بتحدد وهي اللي بتشرح، طب ايه يعني نقلان الحد عن الحد حرفة؟ ايه اللي حصل بين الصفوة اللي قبل كده ونتيجتها ان البلد اتدمرت وما بقاش فيها اقتصاد وبقينا 100 في الانتاج في العالم؟ ما احنا لازم ناخد عبرة، لازم نتحول النهاردة كل العقول اللي موجودة في مصر، بدعو لعقل جماعي يفكر، لان لو حصلت فوضى ولو قامت ثورة الجياع هيبقى الدنيا تخرب والوضع مش هيستمر. احنا القضية بتاعتنا النهاردة لازم نفكر بعقل جماعي، ولازم ننسى مسألة الاحزاب ومسألة التوجهات ومسألة ان احنا يحكمنا اسلامي ولا غير اسلامي. انا بعتقد ان احنا بلد طول عمرنا اسلامي، والاسلام ده تاج على راسنا، لكن مفيش حد يزايد علينا ويقول انا مسلم اكتر منكم، لان هذه المسألة في غاية في الخطورة. لان احنا النهاردة موجودين في عالم، احنا موجودين في عالم بيحددنا سياسات العالم كله. الدول الإسلامية بيحكمنا من أردوغان إلى أفغانستان. لازم العالم النهاردة كمان يطمئن، لازم يطمئن مين اللي جاي، فين التشريع اللي جاي، هيعامل الأقليات إزاي. لازم تبقى الأمور واضحة، لأن احنا بلد كبير وبلد خطيرة العالم العربي. بدون ده وبدون العقل الجماعي وبدون ان احنا نحدد ونلغي المصالح الخاصة ونلغي الأحزاب الخاصة ونعمل من أجل الوطن يستمر، لأن قضية الدستور هي قضية مهمة جدا وما بتتعملش كل يوم، لأن هي القضيب اللي بيمشي عليه القطر وبيحكم بين كل الشعب وبيحدد معالمه وبيحافظ على ثرواته اللي أنا بعتقد النهاردة للأسف الشديد بتنهب من ذهب ومن زراعة ومن تصدير جائر ومن صيد جائر على النيل. لما اجي اقول النهاردة ان في تقرير بيقول ان في صيد جائر في النيل، والصيد الجائر ده بيوصل يعملوا بيه بالديناميت، لما يعمل صيد جائر بالديناميت يموت الولدة ويموت الزراعة ويلوث النيل، ده مش من حق حد. لما اجي اقول كل المصانع اللي على النيل النهاردة بتصرف كل مخلفاتها في النيل، مين اللي يحدد ده؟ لو في قانون يحدد ان المصنع يقفل فورا وتبقى فيه غرامة وينزع من صاحبه، اعتقد مش هيعمل كده. لما يبقى فيه بلطجي يعتدي على سيدة ويهين كرامتها، يبقى من هان فرض اكنه هان الناس جميعا. ديننا العظيم بيقول كده، اللي يتمسح في الدين ويقول انا هعلمكم الدين وهرجعكم عشان تخشوا الجنة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بالعباد، ولو زادت الناس في كفرها مش هتضر ربنا، ولو زادت في ايمانها مش هتفيده. اذا القضية يجب سيبنا من النغمة دي ونقول الوطن أولا، لازم نقول مصر أولا قبل ما نقول حزب أو جماعة أولا. لأن النهاردة لما تيجي مجموعة عايشة في الظلام بقالها 100 سنة ومش قادرة تحكم أو 80 سنة، وتيجي تقول النهاردة هي هتبقى على مستوى الكل وهي اللي هتحكم بدلنا وهي اللي هتحط دستور بدلنا، أنا بعتقد اللي يعمل كده يبقى غلطان في حق وطنه، واللي يوعد ويخلف يبقى غلطان في حق وطنه. لأن القضية اللي مطروحة النهاردة هي مصر أولا
قبل كل الأحزاب. ولازم النهاردة نحدد هي نقابات الفلاحين، هي الأداة اللي ما هي سياسية، مش عايزة سلطة. احنا منظمة فلاحية بسيطة جدا، هدفها الاساسي الرقي بالانتاج الزراعي، هدفها الاساسي الرقي بالحيوان، هدفها الاساسي الرقي بالقيم والاخلاق. محدش يعتدي على جاره، محدش ياخد حق جاره، محدش يستولى على ثروة مش ملكه. اذا احنا النهاردة عشان نقفل منابع الفقر لازم نحدد المشروع اللي انا قلته في الحلقة اللي فاتت، لازم نحدد مشروع الدكتور حمدي، لازم النهاردة عشان نخرج من الورطة اللي احنا فيها لازم نتوسع في الارض الجديدة، ولازم نطلع الناس. ولو بطلنا نحلم نموت، لان احنا لو بطلنا نحلم وبطلنا نكافح، واللي بيفكر مفيش ندوب، مفيش وقفة عند تفكير محدد. العالم بيبدأ من الارقى الى الادنى، ومصر ولادة بعلمائها بعظمائها بفلاحينها بصنعها. لازم النهاردة قضيتنا الاساسية ننسى التكتلات الشخصية ونعمل بالعالم العقل الجماعي. أنا أكملك وأنت تكملني، ونعمل النهاردة من أجل استمرار الوطن، لأن احنا النهاردة داخلين على قضايا في منتهى الأهمية. ممكن النهاردة نقول مجلس الشعب لأ ونرجع تاني من مرحلة الصفر. أنا شايف إن احنا النهاردة دي مرحلة انتقالية، ولازم في المرحلة الانتقالية يحصل توافق ونقبل بعض، لأن هي قمة الديمقراطية. إذا كان الغرب اللي هو ملوش علاقة بالإسلام بيقول فولتير قد أختلف معاك في الرأي ولكني مستعد أدفع حياتي ثمن لرأيك، ما بالنا احنا بالمسلمين، ما بالنا احنا علاقتنا بالله وعلاقتنا بالأرض وعلاقتنا بالوطن. لازم نحدد النهاردة مصر أولا، ولازم ننسى الصراعات الشخصية وكل الفئات اللي موجودة النهاردة اللي صوتها عالي أعتقد إنها بعيدة عن الريف وبعيدة عن المنتج الأساسي، وإحنا في وادي وهم في وادي. لازم النهاردة نرجع ونسأل الفلاحين في مصر اللي هم 40 مليون، نسألهم النهاردة أنتوا عاوزين الدستور إزاي؟ أنتوا عاوزين عمركم يتحقق إزاي؟ أنتوا عاوزين مين اللي يفصل بينكم؟ أنتوا إيه علاقتكم بالتصنيع؟ لازم يرتبط علاقة الزراعة بالصناعة، لازم يرتبط علاقة الصناعة الزراعة بمركز البحوث. لازم النهاردة يبقى عندنا قضية مهمة جدا، ان احنا بدون علماء وبدون مفكرين هنبقى جسد بلا رأس. لازم كل الناس اللي هاجرت بره وطلعت عشان السياسات القديمة كانت مركز طرد وما زالت مستمرة بعد الثورة مركز طرد، لازم كل ده يتحقق النهاردة، ولازم ما نستناش لما الوباء يجي، لان عمر الفلاحين راح في الفترة الاخيرة اللي هي بتاع الحمى الخلاعية، عمرهم راح. انا ما جيش استنى النهاردة بعد ما تيجي حمى وتنزل الطب البيطري حصن، والاقي في قريه فريحي بيقول لي ده حصن وخد فلوس، واعرف ان التطعيم جاي مجاني. يعني عيب النهارده اللي موجود ده. لازم يا جماعه نجفف منابع الفقر، لان احنا لو جينا نناقش الاخلاق، الاخلاق مش حكايات، لازم يبقى في اساس. اذا اردت ان تطاع أؤمر بما يستطاع، إذا أردت إن الناس تهودك اديها حقوقها. إذا كانوا شايفين الثروة كلها في مكان والسلطة في مكان والأرض في مكان والمصانع في مكان والناس دايرة يا في الترب يا قاعدة في الشوارع، يا يقولوا عليهم بلطجية، يا يقولوا عليهم حرامية، يا يقولوا عليهم بيعتدوا على الأرض الزراعية. فأنت هنا عندنا مثل بسيط في الريف، اطعم الفم يستحي العين. لازم النهاردة الحاكم اللي بقالنا سنة وشهرين وبنطالب بمطلب بسيط جدا، حد أعلى وحد أدنى للأجور، لازم ده يتحقق فورا، لأن تاخد من القادر تدي للغير قادر، لأن هنا مش مكنة. أنت عشان تعيد دورة رأس المال لازم الفلاح ده يبقى عنده ثروة عشان يعيد دورة رأس المال، عشان يشتري كيلو ذرة ب50 جنيه وهو بيبيع كيلو ذرة بتاعه بجنيه. إذا فين العدل اللي هنا؟ العدل أساس الملك. لما يبقى مفيش عدل لا في الزراعة ولا في الصناعة ولا في السوق ولا في الدواجن ولا في اللحمة، إذا احنا داخلين على قضية خطيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فين الحاكم اللي موجود يناقشنا النهاردة؟ أعضاء مجلس الشعب اللي راحوا بيطالبوا الأسمدة ترجع تروح بنك القرية، مش عارف ايه اللي حاصل في بنك القرية. اذا انا النهاردة بقول ان احنا
قضايا من أهم ما يمكن هي كتابة الدستور. وعشان نكتب دستور عادل ودائم إن شاء الله لازم، مش هنخلي 80 مليون يروحوا يشرعوا الدكتور. أنا عاوز لما بروح للترزي بوديله جلبية ويقص عليه ويفصلها. أنا عاوز راجل خبيري يسمع آراء الناس ويفصل هذا الدستور بعد ما يسمع حلمهم، اللي هو هيحدد عمرهم وهيحدد مسائلهم، واللي هو هيحدد الوطن أولا، لأن احنا عايشين في بلد نقدر نقول فوضى. وإذا كان بعض الناس بيقول الفوضى الخلاقة، أنا بقول الفوضى فوضى. لما نيجي نقول النهاردة مين اللي يحكمنا، نبقى نقول دستور يحدد للحاكم والمحكوم. دستور يحدد للحاكم زي الفرد اللي سرق الجاز ورماه في الجبل، لازم يعدم فورا. مين هو اللي عمل كده؟ لأن ده بيدمر المجتمع وبيدمر منتجاته وبيدمر قيمه. إذا نحن قضيتنا الأساسية النهاردة جه دورك يكتب دستورك ونحدد ده، الباقي إن شاء الله في حلقة قادمة. وشكرا.